salala, menara salala, di kota salala. Dan kosor salala itu adalah asli. Dan bangunan yang ini baru. Waktu itu saya dapat dicari dari Tilimsan. Dan kemudian saya dicari pengajar di sini. Dari Tilimsan datang ke Salalah. Dan diam di situ, bertempat di Salalah di situ. Dan kemudian ke Abi Samki, Abi Samhun. Dan di sini sekarang tidak ada penghuninya. قلت للسيد فوزان أن ما سمعناه روبولين كان يرويه لنا ويشاهده الآن. Dan Kiai Fauzan dulu pernah diceritai tapi sekarang Kiai Fauzan saya menceritakan. Oh iya iya. Sekarang Kiai Fauzan melihat sendiri. Syekh Muhammad Baromdon Kondang Ramadan Kondang Busamgun Tama Bisamgun Wa Alimun Jalil Al-Alaman Al-Alham Wa beliau adalah yang alim dan yang alim ahli hadis. Sari kata oleh
قد حباه الله فعدلا ما له في الكون ثاري الله صلي يا ربي على من خص بسبع مثاني وعلى آل وصحب وعلى القرب تجاني ورقى على مقام جل عن وصف اللسان خص بالفاتح وردا وبكل فداري صلي يا ربي على من خص بالمثاني وعلى القرب
يا محمد الفاتر ما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي يا صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مرحبا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورضي الله تعالى عن شيخنا وممدنا ومرقينا ومربينا القطب المكتوم والبرزخ المحمدي المعلوم أبي العباس سيدنا أحمد التجاني. الحمد لله على هذه النعمة. الحمد لله على هذه النعمة. مرحبا بكم في داركم، مرحبا بكم في دار أبيكم الروحي القطب المكتوم سيدنا أحمد التجاني. أيها الإخوة، نحن دخلنا خلوة القطب المكتوم، مركز إشعاع الطريقة التجانية، مركز بروز حضرة المصطفى بمدده وبإذنه صلى الله عليه وسلم. ها نحن في خلوة الشيخ التجاني، الخلوة التي تم فيها اللقاء بين المصطفى وبين الشيخ، بين الختمين، ختم الولاية المحمدية وختم الرسالة الربانية. ها نحن في هذا المركز العظيم، هذا المركز الجليل، هذا المركز الرفيع في شأنه وفي مقامه، مقام القطب المكتوم، خلوة القطب المكتوم، المكان الذي بزغ منه نجم الطريقة التجانية في كافة أنحاء العالم. ها هو المكان، هذا المكان الذي شرفه الله، هذا المكان الذي أعزه الله واختاره في أبي سمغون بأن يكون انطلاقة للمنهج التربوي الرباني الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لنا ولكم بهذا اللقاء العظيم، بهذا اللقاء الفخم الذي حبان الله به تعالى أننا تلاقينا في دار أبينا الروحي القطب المكتوم، على الله وبالله ولله وفي الله سبحانه وتعالى. تقبل الله الزيارة، ادخلوا إن شاء الله سالمين غانمين. كان له دعاء له ولإخوانه فليدعوه، فإننا لا نشك في رد الدعاء في هذا المكان. ادعوا بخير لإخوانكم وأخواتكم الذين أوصوكم بأن تدعوا لهم في هذا المكان الشريف، في هذا المكان المنيف، في هذا المكان العظيم. توجهوا إلى الله بالدعاء للحاضرين وللغائبين، للحاضرات وللغائبات، حتى يسهل الله للجميع الزيارة. ومرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم إلى عدد ما لا نهاية. بسم الله تفضل. بسم الله قدر. صل يا ربي السرير الذي تم فيه اللقاء بين الشيخ رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم، السرير ما زال على صورته، هذا ما زال على صورته من زمن الشيخ رضي الله عنه. هذا أصلا إن شاء الله تدعون ما بدا لكم وتتبركون ما بدا لكم وتذكرون ما بدا لكم. أنتم في داركم، أنتم في داركم. مرحبا وسهلا. بسم الله تفضلوا بالجلوس. تفضل أنتم في رحاب الشيخ التجاني رضي الله عنه. نعم، هذا مكان، هذا العمود كان يأتي، وين أخونا المترجم؟ نعم، هذا العمود كان يلتصق به حبل في هذا المكان، حبل. Dan ini adalah teken tongkat. هذا الحبل يوضع في العنق. Dan pernah digantungkan di lehernya. كان الشيخ رضي الله عنه حينما يريد تخريج ذكر الأعداد الضخمة الكبيرة في الذكر من الأسماء والتوجه إلى الله.
هذا الحبل يوضع في العنق حتى إذا غلبه النوم يرجعه. Lah ya terkuyenah. Beliaunya Sayyid Tijani Radhiyallahu'an kalau berwirid di waktu berzikir itu ini dikalongkan di ini dan membawa tongkat membawa teken kuat kalau ada orang yang ngantuk ditegurnya. Ini kayu. Ini kayu itu ada kabel ke bawah. Ada tampar. Ini kayu. Tambang. Itu ada tampar ke bawah yang pas dari leher Muhammad. Jadi kalau Muhammad ngantuk dan bisa tidur. ومن هنا تقدرون أن الشيخ ما نال هكذا يعني كان قد سبق هذا النيل وهذا الفوز اجتهاد عظيم وتوجه وعبادة دائمة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك نال ما لم ينله غيره وفاق سابقيه ومن بعده فحاز على مقام الختمية والكتمية. ولذلك صاحب المنيا يقول وبعد شهر وليال ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى مقامه المكتوم عن كل الوراء سوى النبي ما وراءه وراء. وهنا في هذا المكان وعلى هذا السرير قال النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ اترك جميع ما معك من أوراد الشيوخ لا منة لأحد من الخلق عليك أنا شيخك ومربيك. فنسبه تلميذا لنفسه صلى الله عليه وسلم وهذا غاية الفضل والامتنان. فشيخنا رضي الله عنه واحد من تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه وهو الذي رقاه وهو الذي ضمن له ولأصحابه. الحمد لله على هذا الفضل. بسم الله تفضلوا بالجلوس واذكروا الله سبحانه وتعالى وتوجهوا إلى الله. Nanti dibagikan itu ya. Arab tamrud.